عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في حصة اليوم سوف نقوم بإنجاز الصفحة 146 من المفيد في اللغة العربية للسنة الثالثة من التعليم الابتدائي، على بركة الله نبدأ. الوحدة الرابعة، الأسبوع الثالث، التطبيقات الكتابية، مجال الحرف والمهن. أنجز على دفتري. رقم واحد، أصرف الأفعال حسب الضمائر. أصرف الأفعال حسب الضمائر. سارة، أنا، أنت، أنت، هو، هي. سارة، أنا، سرت. الفعل سارة مصرف في الماضي. أنا سرت، أنت سرت، أنت سرتي، هو سار، هي سارت. أنا سرت، أنت سرت، أنت سرتي، هو سار، هي سارت. وزن، نحن نزن. الفعل وزن مصرف هنا في المضارع. نحن نزل. أنتما تزنان. أنتما تزنان، أيضا المذكر والمؤنث تزنان. وهما يزنان المذكر، وهما تزنان المؤنث. أنتما تزنان المذكر، أنتما المؤنث تزنان، وهما يزنان المذكر، وهما المؤنث تزنان. الفعل صام. أنت صم. أنت صومي، وأنتما صوما. أنت صم، أنت صومي، وأنتما صوما. اثنان، أكتب كل حرف في المكان المناسب له وأشكل ما كتب بالأحمر. أكتب كل حرف في المكان المناسب له وأشكل ما كتب بالأحمر. إلى، على، من، ب. هذه حروف جر نكتبها في هذه الجملة. يمضي رجال الإطفاء على عجل. على عجل، يمضي رجال الإطفاء على عجل. هذا حرف جر وهذا اسم مجرور. إلى مكان الحريق. إلى مكان الحريق، إلى مكان الحريق. فيطفئون النيران بالمياه المتدفقة. فيطفئون النيران بالمياه المتدفقة، بالمياه المتدفقة. ونشكل الحرف الأخير ونضع هنا كسرة. من خراطيم الإطفاء. من خراطيم الإطفاء، من خراطيم الإطفاء. رقم ثلاثة، أحاكي الأسلوب الآتي. ما أعظم الإطفائية، إنه يخاطر بنفسه لينقذ غيره. ما أعظم الإطفائية، إنه يخاطر بنفسه لينقذ غيره. ما أعظم الأب، إنه يعمل ويتعب لأجلنا. ما أعظم الأب، إنه يعمل ويتعب لأجلنا. سؤال رقم أربعة، أكمل كل جملة بالكلمة المناسبة مما يأتي. أكمل كل جملة بالكلمة المناسبة مما يأتي. تمدد، مدد، امتد، ممدد. تمدد، مدد، امتد، وممدد. امتد الحريق إلى منزل مجاور. امتد الحريق إلى منزل مجاور. امتد الحريق إلى منزل مجاور. تمدد المريض على سرير الفحص. تمدد المريض على سرير الفحص. تمدد المريض على سرير الفحص. مدد، مدد الإطفائي سلم الإنقاذ. مدد الإطفائي سلم الإنقاذ. الجريح ممدد على المحفة. الجريح ممدد على المحفة. الجريح ممدد على المحفة.